بسم الله الرحمن الرحيم، احنا متجهين الى هذا الموقع الذي يسمى دربونه وسبع درابين. هذه المنطقه، لاحظ هاي اول دربونه، هذا الباب الاول دخول، اللي يدخل هنا ما يعرف منين يطلع، لذلك سميت بدربونه وسبع درابين. لاحظ هاي ما تطلع الدربونه، اللي يطب لنا ما يستطيع الخروج من هذا المكان. راح نخرج من هذا المكان او من هذا الفرع، نروح باتجاه الفرع الاخر او الدربونه الاخرى. الدربونه طبعا تسميه الدربونه تختلف عن تسميه الفرع. الدربونه لازم تكون، شوف عرضها مترين او اقل من مترين، متر ونص، تسمى دربونه. اما الفرع فيضم عده دربين. لاحظ هذا الباب الثاني للدخول والخروج. لاحظ عزيزي المشاهد، راح نفوت بهذا الدربونة، لاحظ عزيزي المشاهد، يعني يفوت هنا ما يعرف منين يطلع. راح ندخل الدربونة الأخ أيضا ما تخرج، لاحظ هاي سدوا سووها باب، هاي دربونة الأخ سووا لها باب. لاحظ عزيزي، هذا دربونا الأخ سميت بهذه التسمية. راح نسوي بحث عليها من بعض الساكنين بهاي المنطقة حتى نعرف الجمهور بمعنى شنو دربونا وسبب. لاحظ هاي، شوف هاي أيضا متخرج سدوها. لاحظ عزيزي المشاهد مرة أخرى إنه هاي دربونا الثالثة الرابعة الخامسة ما أعرف. لاحظ هاي الأخ أيضا ما تخرج، وراح نرجع وياكم على دربونة الأخ. هذه أزقة بغداد القديمة اللي ما زالوا يسكنوها الكثير من الجمهور العراقي من القوميات المختلفة، كردي وعربي وأيضا ايضا كانوا يسكنون هنا بعض اليهود العراقيين بهاي المنطقه. هاي دربونه اخرى ثم راح تخرج، غلقوها. المين دل هذه المنطقه ما يقدر يطلع منها. لاحظ عزيزي المشاهد، هاي هي دربونه، هاي دربونه للخروج. شكرا لكم.